بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. أكدت المنتجة ناهد فريد شوقي إن العمل على المسلسل اللي بيتناول قصة حياة والدها الفنان فريد شوقي ووالدتها الفنانة هدى سلطان ما زال قائما مع الكاتب بشير الديك والمخرج خالد الحجر. وتابعت ناهد فريد شوقي وقالت تحضير العمل صعب جدا وبتزيد مسؤوليتها تجاهه لأنها هي اللي هتبقى المنتجة وفي نفس الوقت بنتهم، وأشارت إلى أنه من المقرر بدء التصوير العام المقبل وتم الوقوف على الترشيح النهائي لمن سيؤدي شخصية والدها وهو الفنان أمير كرارة على أن تلعب دنيا سمير غانم دور هدى سلطان. وقالت ناهد فريد شوقي إن أمير ودنيا هما الأقرب لروح الاتنين اللي هما والدها ووالدتها.